دخلت دبابات إسرائيلية أمس الأحياء على أطراف مدينة غزة وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه، وذلك وفقا لما أفاد به شهود عيان لوكالة فرانس بريس. أشار الشهود إلى أن الدبابات وصلت أطراف حي الزيتون في مدينة غزة، وقال أحد الشهود إنهم قاموا بقطع شارع صلاح الدين الذي يربط الشمال بالجنوب، وهم يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمر هناك. كما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تتقدم تدريجيا في قطاع غزة وفقا للخطة. لا 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 لا